السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. اكيد طبعا متابعين دائما باستمرار فريق الكره بالنادي الاهلي، ان شاء الله استعداداته للمباراه القادمه. يمكن شفنا اخر مباراه والفوز بنتيجه كبيره، اكيد 4-1، اعتقد انها نتيجه بتدي للفرق اللي جايه اللي هنلعبها ان شاء الله انذار كبير ان المارد الاحمر رجع بقوه وبقوه جدا على الفرق القادمه اللي هتلعبه، لان احنا لا نغبر غير المركز الاول، هو ده دائما شعارنا، شعار النادي الاهلي. اكيد مباراه الاسيوطي القادمه مباراه مهمه، كابتن حسام البدري من خلال المحاضرات الفنيه بيعقد عده محاضرات، سواء بقى محاضرات على السبوره او بالفيديو. كابتن ده الطبيعي، كابتن حسام دايما بيتعامل مع هذه الجزئيه بالشكل ده او كل مباراه بالشكل ده. كابتن حسام من خلال محاضره الفيديو، احنا عارفين اسيوطي فريق مميز مع كابتن علي ماهر، بيتعامل بشكل جيد مع فرق، يمكن بيتعادل مع فرق انت بتكسبها، بيتعامل مع فرق كبيره، بيتعامل مع فرق ممكن تكون متوسطه بنفس الاسلوب، الاسلوب الهجومي. فانت بالتالي لازم تعمل حساب وتحترم الخصم حتى لو كان ممكن يكون في الجدول مركزه مش جيد، ولكن هو ده دائما النادي الاهلي بيحترم كل الفرق من خلال استعداد قوي للفريق، من خلال المحاضرات، من خلال التمرين القويه، هو ده اللي بيعمله كابتن حسام البدري. لكن خليني اقول لكم اعتماد اللجنه الاولمبيه لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد كده ان شاء الله بامر الله بشكل رسمي يقدر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا كل اعضاء مجلس الاداره التعامل بشكل رسمي في اصدار اي قرارات واجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي في الوقت القادم بامر الله. طبعا يعني دي حاجه مميزه ان شاء الله، تفاصيل كتير جدا بقى ومسؤوليه كبيره جدا في المرحله القادمه لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد بقياده كابتن محمود الخطيب. اكيد ايضا كابتن محمود بما انه كان نجم كره كبير دايما على اتصال دائم بفريق كره القدم كابتن ساره حفيظ وكابتن حسام البدري، ومسؤوليات كبيره في المرحله القادمه لفريق الكره، وان انت بطولات داخلها بشكل كبير سواء الدوري سواء الكاس سواء بطوله السوبر اللي تلعبها ان شاء الله في يناير، امور كثيره خاصه طبعا الفريق اكيد في نقاش كبير مع كابتن محمود الخطيب في الفتره القادمه بخصوص هذه الجزئيه. هو ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله. كابتن محمود طبعا نجم كبير، اكيد خبراته الكبيره في كره القدم هتتواصل مع فريق الكره في الفتره القادمه. يمكن بعض الاصابات بقى ممكن اللي تعطلك في المرحله القادمه بعد ما شفنا تالق محمد الشناوي في حراسه المرمى. احنا عندنا مجموعه من الحراس المميزين سواء بقى محمد سواء احمد عادل شريف اكرامي، كلهم في افضل حال في الفتره السابقه، واي واحد بيبقى متواجد بيقوم بدوره بشكل كبير، ولكن محمد الشناوي بيصاب في العضله الضمه ويبتعد عن مباراه الاسيوطي القادمه، فبالتالي ان شاء الله شريف او احمد عادل ايا كان من هيكون موجود في المباراه الاثنين بيأدوا بشكل كويس، ولكن الاقرب هو شريف اكرامي لحراسه مرمى النادي الاهلي في مباراه الاسيوطي القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء. كان لو نفتكر كان في مشكله في جزئيه الثلاث اجانب اللي كانوا متواجدين في بدايه الموسم، الانديه كانت عايزه عدد اكبر في جزئيه القيد للاجانب. اتحاد الكوره كان لفتره من الفترات كانت عايزه الثلاث اجانب دي، وبعض الانديه كانت عايزه تزودها لاربعه. في بعض الانديه يعني طلبت اتحاد الكوره مره اخرى بان يبقى العدد يزيد، ولكن اتحاد الكوره بيصر على وجود الثلاث اجانب وليس اربعه، وده يمكن هم طبعا بعد رجوعهم من القرعه اكيد بعض الامور خاصه طبعا بالكره المصريه، طبعا اتحاد الكوره مسؤول عنها الكره المصريه والقوانين اللي بتنص على بعض الامور الخاصه باشراك لاعبين اجانب او حراسه مرمى او 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 حاجات كتير، لكن بيصر اتحاد الكوره وجوده او وجود الثلاث اجانب وليس اربع لاعبين اجانب. محمد صلاح نجمنا طبعا ونجم ليفربول الانجليزي ما زال هو متصدر الدوري الانجليزي بشكل كبير، 12 هدف حتى الان فخر لكل المصريين، ايضا بيحصل على جائزه جديده هو نجم هذا الشهر من في الدوري الانجليزي، اكيد حاجه محترمه جدا لما يكون نجم من نجوم مصر وحاجه فخر لكل المصريين وكل اللاعبين المصريين وقدوه لهؤلاء اللاعبين وقدوه لينا واكيد قدوه الجيل الجاي قدام بشكل كبير. محمد صلاح اعتقد ان هو مع ابطال كتير جدا زي احنا شايفين كده في رفع الاثقال، محمد ايهاب بيحصل على بطولات وبيحصل على ميداليات ذهبيه، حاجه هو ده اللي احنا نتمناه من الرياضيين بشكل عام، يبقوا قدوه وفي نفس الوقت يحققوا بطولات، يبقى الجيل اللي جاي دايما
بيبص دايما باستمرار لحته البطوله وحته الاخلاق. هو ده اللي احنا نتمناه. ابطال كتير زي ما احنا شايفين، محمد ايهاب واحد من الابطال المصريين اللي بيحقق ميداليه ذهبيه او ميداليات ذهبيه في هذه البطوله، وبيرجع من بلد من هناك رافع اسم مصر زي ما احنا شايفين، بيأدي التحيه العسكريه للسلام الوطني لما كان بيتقال، وده حاجه محترمه جدا لمحمد ايهاب. طبعا انت بتشوف الاداء والتكنيك اللي كان بيقوم بيه في رفع الاثقال ورفع الاوزان بتاعته، اعتقد حاجه محترمه جدا، يحسب طبعا اتحاد رفع الاثقال، ويحسب لهذا اللاعب اللي حاطط على صدره اسم مصر، ودي حاجه محترمه، وبيرفع اسم بلده في كل حته بيكون فيها. دائما بلدنا ان شاء الله فيها ابطال، فيها قدوه، فيها اخلاق، فيها فعلا ناس بيرفعوا اسمك في كل حته في العالم. فتحيه ليه، وتحيه طبعا لمحمد صلاح نجم مصر ونجم النادي الاهلي. خلينا بقى اتكلم في الكوره بقى، ونتكلم على دوري ابطال اوروبا ان شاء الله اللي هيكون الثلاث والاربع وبعض المباريات القويه. لسه طبعا في فرق، ثمان فرق حسمت وصولها ليه الدور او الدور القادم، دور ال 16، ولكن في فرق برضو اخرى لم تحسم مصيرها في الصعود لهذا الدور. ولكن يعني عايز اقول لكم مثلا مان سيتي، بشكتاش، وبرشلونه، توتنهام، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وريال مدريد، هم الثمان فرق اللي حسموا مقعدهم في الدور القادم. فبالتالي منافسات قويه للفرق الاخرى اللي لسه ما حسمتش طريقها لهذا الدور. اكيد هنشوف مباريات مميزه، هنشوف امور مميزه. طبعا بنستمتع بدوري ابطال اوروبا لانه فعلا بطوله احنا كلنا بنستناها دلوقتي، بعد ما الامور بقت سهله ان احنا نتفرج على هذه البطولات بشكل سلس من خلال طبعا التلفزيون. حاجات كتير بنشوف نجوم كبار بنستمتع بيهم، بنشوف فرق وحاجات ممكن ما تكونش في فتره من الفترات كنا بنشوفها. لا، الامور دلوقتي بقت كويسه، وبقت عندك القدره انك تستمتع بهذه البطوله الكبيره اللي بنشوفها، ان هي ممكن تكون كمان في وقت من الاوقات افضل من بطوله كاس العالم للمنتخبات، لان فعلا كل النجوم دول بيجتمعوا في مكان واحد في هذه البطوله الكبيره. عشان كده لازم اتكلم مع الاستاذ احمد فاروق.